كابتن أسامة، ألف مبروك، تأهل الكبير، تأهل الفريق الأفضل. الحمد لله. يعني اعتقد ان احنا كلنا كان عندنا ثقة انه صحيح الاهلي هيعدي الدور ده، وقلنا حتى مهما كانت حتى النتيجة لا قدر ايه، الله لو يعني النتيجة مهما كانت فرق النتيجة هدف ايه ولا حاجة بس برضه احساسنا صح ان النادي الاهلي هيعدي الدور هيتأهل. ده. مظبوط. لكن طبيعة الحال لما الماتش بيتلعب بيبقى عندك شيء من التخوف، لان دي كرة قدم، ما بس ممكن احنا ما يحصل كانش فيها. عندنا أدنى شك لا انا قبل المباراة كلنا قلنا ومتوقعين ان شاء الأهلي الله هيتأهل. الاهلي هيتأهل، مظبوط. ولكن في ظروف اثناء المباراة اللقاء بيبقى انت برضو غصب عنك كابتن لازم أيمن، بتصبر. هي أنت قعدتنا على أعصابنا أيوه طول بس أنا الماتش. بس أنا أيوه قلت لك قبل الماتش إيه؟ قلت لك قبل الماتش ده بيذيع هنكسب الماتش ونعدي. عادي. بيذيع بقول الماتش لك واحنا بس عادي. طول ال 90 دقيقة طبعا راجل قاعد على أعصابي. واقف على دماغنا يعني. طبعا ليك حق. بقول لك احنا كنا متأكدين هو واقف 90 دقيقة على قلت أنت مضطر أعصابه أكتر من الحكم. وبكل كلمة وكل هجمة واخد برجفتين ضغط. ده الكرة بتبقى عند أنس الزينتي يقول لك خطر وبتاع، يا عم ده لسه ورا عند الجول. فلا فكان فالحمد لله كان عندنا ثقه. فمبروك لمجلس ادارتنا، مبروك لجمهورنا، مبروك للعيبه والجهاز الفني، وان شاء الله يكملوا على نفس الخطوات ديت لغايه النهائي والبطوله ان شاء الله. يا رب. مجهود كبير جدا اتبذل، اكتر من لاعب كان بيؤدي مهام الواجبات صح. بشكل كويس صح. يعني ممكن ده ما مزدوجه يعني لما كمان نيجي في نقول ناس يعني لما نيجي نختار نجم المباراه ممكن هنقول فلان او فلان. لا انت هتقول لي 7 8 لعيب. لا لا هقول لا مش هقول لك لا انا هقول لك اثنين بس بيقول لك دلوقتي مين هم وكده. فناس ادت مهام الواجبات بشكل كويس حتى لو ما فيش حد يعني ايه شاذ قوي في اللعب، يعني عمل مباراه غير طبيعيه، لكن في اداء مهام الواجبات كويس بالنسبه للاربعه اللي ورا، بالنسبه لنص الملعب والتماسك وبين مروان وحمدي وديانج معاونه الشحات و بس اداء رجولي روح عاليه جدا، شخصيه البطل ظهرت في بعض الاوقات. ما انا بقول لك بالذات انك ما اديتش احساس ان في خطوره على مرمى النادي الاهلي. مظبوط. يعني حتى هم لعيبه الرجاء لما بتيجي السرعه حتى على الاحتياطي ما عندهمش حلول، في ياسين يعني تحس واحد بيبص في الارض، واحد ماسك دماغه. صحيح. احساسهم ان الماتش مفيش حلول، مش لاقيين حل. مظبوط. الكره الوحيده اللي كانت هتدخلهم في المباراه ضربه الجزاء. لا طبعا الكره الاخيره دي ممكن تيجي جون، لكن انا اقصد ايه ضربه الجزاء كانت اثرت عليهم نفسيا. كانت في نهايه الشوط الاول يخرج 1-0 يبقى العمليه قريبه. ايوه هيخرج منتشي، هيخرج عنده ثقه، هيخرج عنده امل، خلاص قربت. لكن احساسه من كره ضربه الجزاء ضاعت دي كمان عملت لهم احباط اكتر، وثقه بالعكس بقى ثقه لعيبه النادي الاهلي ابتدت تزيد، ابتدى في تحكم في نص الملعب في الكوره، ولكن يمكن هي بس الناحيه الهجوميه اللي كانت لسه ما بتكتملش. يعني في كور كانت ممكن يحصل فيها خطوره بس الحته الاخيره ما كانتش الدوسه الاخيره. يعني بس خلي بالك ده راجع برضه لانك انت كسبان 2 في مصر، فحاطط برضه يعني الجزء ده في دماغك، واللعيبه عندها الحته دي في دماغهم، فبرضه انك انت تغامر قوي هجوميا ما كانتش مطلوبه قوي. انا مش قصدي على المغامره. انا قلت لك احنا ادينا الشكل التنظيمي الدفاعي، وان الخطوره قليله على الشناوي، وجهد مساحات مقفوله في يعني باستثناء حاجات بسيطه، لكن الجزء الهجومي في بعض الكرات القليله اللي جت كان عايزه تركيز اكتر من كده. يعني في واحده جت لحسين الشحات لما اذا كان في اعاده او حاجه ناحيه الشمال، كلنا قلنا لو شاط بشماله هو حب يرقص ويضمنها ويخش لجوه كان ممكن تتلطش اي حاجه تيجي جون. في كورتين مثلا بعد ما هم في الجزء الاخير لما طاهر وهاني اتحرحوا ناحيه اليمين، كرة بتبقى سهلة قوي تتلعب لحد كويس بشكل كويس جوه ال 18، بتتلعب عرضية في ايد الجون سهل. يعني في بعض الحالات كان ممكن يبقى فيها تركيز أكتر من كده، لكن بصفة عامة الأداء جيد، روح عالية، خدت اللي أنت عايزه من اللقاء وهو صحيح. الصعود للدور الجاي بتأمين كويس، وأكتر من لاعب بذل جهد كبير زي ما قلت، وبالذات نص الملعب، قصدي خط الظهر، خط الرباعي، خط رباعي الظهر، والناس في نص الملعب برضو قدم جهد كويس. التغييرات هنتكلم عليها ماشي. هنتكلم عليها يعني فنيا لما نيجي نتكلم على المباراة، لكن مبروك واداء جيد والحمد لله يعني.